صراحة يعني مباراة اليوم يعني كانت محبطة للجماهير الأهلاوية بكل أمانة. يعني الأهلي في مباراة مثل فريق جدة، أي نعم، ما أبغى أقول إنه الأهلي فارق إمكانيات، جدة متعود للعب مع الأهلي ومع الاتحاد بشكل مستمر طيلة الموسم في مباريات ودية، تصادف هذا الموسم إنه يتقابلوا في دوري يلو. إدارة وليد معاذ والجهاز المساعد له، وكذلك وجود موسيماني، الاسماء الموجوده، العناصر المحليه لابد تستشعر قيمه الفلينه اللي تلبسها. لازم كل لاعب يعرف انه هو بيحمل ارث كبير، نادي كبير، نادي جماهيري، الجماهير بتحترق في المدرجات. اليوم وصل حال نادي كبير ونادي يعني تاريخي في المملكه العربيه السعوديه اللي هو النادي الاهلي، انه يجد نفسه يلعب في 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 الدوري الدرجه الاولى ودوري يلو. اتفق مع الاخوان، الاهلي لابد في المقام الاول اللاعبين ثم اللاعبين ثم اللاعبين. اداره النادي ما اتوقع انها بيدها التغيير الكبير خلال الفتره هذه، استلمت الفريق ويعني ما قصرت، احضرت عدد من اللاعبين ابرزهم هشام فايق، لاعب يعتبر مميز جدا، لكن جوده اللاعبين المحليين هي المشكله، لا يوجد لاعبين محليين ممكن انك انت تامل عليهم. جماهير واقفه مع الكيان، الجماهير بتحترق، يعني لابد انه انت اليوم كلاعب تعرف ايش قيمه الفرينه اللي انت بتلبسها. فريق جده فريق مجتهد، دائما بيلعب مع الاهلي ومع الاتحاد، يعرف امكانيات الفريقين، فلابد انه كان في احترام اكبر من النادي الاهلي لفريق جده. هذه النقطه كانت واضحه، كان ما في احترام، يعني انا اقولها ما كان في احترام من لاعبين الفريق الاهلاوي لفريق جده في بدايه المباراه. اصطدموا بهدف التعادل، حتى ما كان في ردة فعل كبيرة. يعني اشوف اليوم في النادي الاهلي هو بس هشام فايق وهيثم عسيري. انا اتوقع على الجماهير الاهلاوية ومسيرين النادي الاهلي الصبر الى فترة الانتقالات الشتوية، قد يتغير شكل الفريق، تكون هناك استقطابات. واضح انه في رغبة حقيقية من ادارة وليد معاذ لاعادة الفريق الاهلاوي لوضعه الطبيعي، لكن النقطة الاهم دوري يلو يختلف بشكل كبير جدا عن دوري روشن للمحترفين. دوري صعب صعب صعب، والكل يعرف انه نوعيه المباريات، وحظ النادي الاهلي كنادي كبير انه اي فريق الان حيواجه الاهلي في دوري يلو سيستبسل، سيقدم كل ما عنده، سيحترق في اي مباراه امام النادي الاهلي، لانه مباراه اصبحت متابعه، جميع الجماهير جميع المتابعين بيحرصوا على متابعه الاهلي في دوري يلو. فاتوقع انه لابد انه تصل رساله للاعبين، دوري يلو يختلف كليا عن دوري روشن للمحترفين، دوري صعب، لابد ان هناك تركيز حتى يعود الاهلي لوضعه الطبيعي ومكانته الطبيعي في دوري المحترفين.